السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الفيديو اللغة الإنجليزية للصف الثالث المتوسط. عندنا الإملاء spelling، الإملاء هاي الإملاء عليها 10 درجات. فإضافات ناخذ هي شوف الإملاء معاكسات أو إضافات أو شنو بعد وجنس الجنسيات يعني كل شيء. فأنا اليوم هسه هذا الفيديو بس الإضافات، فقط الإضافات. الإضافات هذا طبعا يجي السبيلينج سؤال الرابع، دائما سؤال الرابع يمكن فرع أي، سؤال الرابع فرع أي دائما يجيبوا السبيلينج. احصل على 10 درجات. طبعا نزلت لكم أنا معاكسات، أو إن شاء الله راح أنزلكم فيديو خاص عن الجنسيات شلون تحفظوها. هسه المهم عندنا الإضافات. أول مرة هيش عندنا إضافات، إضافة ING، إضافة ED، وإضافة ES، وهنا بس ذني الإضافات راح أخذهن بفيديو. ناخذ إضافة ING. شوفوا أنا راح أخذ بس المثال وأنتوا سجلوا الملاحظات اليومكم لأن على ضيق الوقت. فأولا إضافة ING مثلا قولوا الفعل الذي ينتهي بحرفين صحيح فقط أضيف ING. يعني مثل عندي work، work هذا فعل، هذا الفعل work. شو تقولون انتو؟ كتبوا يومكم قول الفعل الذي ينتهي بحرفين صحيح فقط أضيف له ING. ING هعيني مثل عندي look، بس أضيف ING looking. هذه أول قاعدة. اثنين، الفعل الذي ينتهي عندي ران، شوفوا الفعل الذي ينتهي بحرف صحيح وقبله حرف علة، شو أسوي؟ نضاعف الحرف الأخير ونضيف له ING running. شوفوا هذه نضاعف الحرف الأخير ونضيف له ING. مثل عندي stop، شو نقول؟ stopping. باعوا نضيف له ING، نضاعف الحرف الأخير. ليش ضاعفت الحرف الأخير؟ لأن عندي هنا حرف علة. شنو هي حرف العلة؟ الـ O والـ I 5 والـ E والـ A بعد شنو؟ والـ U. هذني أحرف علة. الفعل الذي ينتهي بحرف صحيح وقبله حرف علة، شو أسوي؟ نضاعف الحرف الأخير ونضيف له ING. إذا فعلين صحيحة، يعني شنو فعلين؟ إذا فعل وينتهي بحرفين صحيحة فقط أضيف ING، لا أقلب ولا أحذف ولا كل شيء أسوي. هذه القاعدة الثانية. نأخذ الثالثة، الفعل اللي ينتهي بحرف E إيش أسوي؟ نحذف الـ E ونضيف ING. بس بإضافة ING الفعل ينتهي بحرف E أحذفها وأضيف ING، لكن بالإضافات الـ S والـ ES أو إضافة ED لا، أبقيها ونضيف الإضافة. لكن بإضافة ING الفعل إذا انتهى بحرف E نحذفها ونضيف ING. مثل عندي have، إيش أسوي؟ أقلب الـ I أحذفها، مو أقلبها، أحذفها having أحذفها وأضيف لـ ING. for سعد ثلاث قواعد افتهمناها. الفور إذا انتهى الفعل الذي ينتهي بحرفين علة أقلبهن إلى واي وأضيف آي إن جي. كتبوا يومكم الفعل الذي ينتهي بحرفين علة، هذين حروف اثنين حرفين علة، نقلبهن إلى واي وأضيف آي إن جي. هسه تقولون شنو الفرق بين هذا الإي وبين هاي؟ شوفوا يوم انتم مو راسل من تشوفون مثلا لاي أو تاي هيجي، شوفوا مو عبالكم تشوفون هذا تحذفوها وتضيفون اي ان جي، ما يصير اي ان جي، لا تقلبوهن ذني كلهن، تقلبوهن الى واي ونضيف اي ان جي، يعني الحرفين عله. هذاك حرف واحد بس اي احذفه واضيف اي ان جي، هذني حرفين عله. بعد عندي خمسه اللي يمكن اي هاي الاخيره، عندي وعندي بعد شواذ. الفعل شنو بعد؟ هاي هي اي هسه بعد شواذ، هاي خلصت هالاضافات. هناك شواذ حفظ، هناك شواذ حفظ. شوفوا يوم قبل الشواذ عدي الفعل لسن، الفعل لسن
لسن، هذا لسن باعوا. هذا الفعل لسن، خاف تقولون اذا حرف الفعل ينتهي بحرف صحيح نكرر، وحرف قبل حرف عله نكرر الحرف الاخير ونضيف اي ان جي. لا، هي صح قاعده نهيج، لكن هذا الفعل شاذ، كل شيء ما اسوي له بس اضيف له اي ان جي. عيني قلبي، شوفوا ماماتي هسه احنا قلنا الفعل اللي ينتهي بحرف صحيح وقبله حرف عله نكرر الحرف الاخير ونضيف له اي ان جي كل الافعال. بس حفظوا لي هذا الفعل لسن يصغي، شو نقول؟ هذا ما صحيح، هذا منتهي بحرف صحيح وقبله حرف عله لكن ما يتضاعف، بس اضيف له اي ان جي. زين، اكو قواعد شاذه حفظ. شنو هي القواعد الشاذه؟ عندنا شاذه بي، باعوا هاي بي تصير تين، يعني هسه هاي على اساس الاي مو احذفها، لكن هذه شاذه كل شيء ما اسوي لها ابقيها على هاي. اجري اجري ابقيها اجري اجرينج. سي شو يصير؟ سينج. هاني هذه سي سينج، هذا نشواط. بعد عندي قاعدة ومال الفعل اللي ينتهي بحرف واي، خلينا كم اكتبها هنا. مثل عندي بلاي بلاي، شو يصير؟ بلاينج. كل شيء ما اضيف لها لان هي واي، شلون اضيف لها اي اي؟ كونتري ستدي، شو اسوي لها؟ كل شيء ما اضيف لها. الفعل الذي ينتهي بحرف واي، بحرف واي كل شيء ما اسوي لها، كان حرف عله قبلها او كان حرف صحيح ابقيها واضيف اي ان جي. يا ماماتي هذه اضافه اي ان جي. يلا خلينا هذا نضيف اي اس واي دي، وما اريد الفيديو طويل على مود التحميل يوصل بسرعه. هاي هسه ان شاء الله فهمتوا هاي الاي ان جي سهله. زين هسه شاخذ اضافه اي دي، اضافه اي دي نفسها بس يعني شويه بها اكو اختلاف. اضافه اي دي مثلا عندي الكلمه مثل work، هسه هاي work مو لما اخذناها باضافه اي ان جي كل شيء ما اسويها اضيف اي ان جي، هاي هم نفس الشيء. working اي شيء اي فعل، شوفوني worked اي شيء اي فعل تنتهي بحرفين عله كل شيء ما اسوي لها اضيف ايدي، كل شيء ما اسوي لها اضيف ايدي. مثل عندي ترافل، ترافل شو يصير؟ ترافلد، ترافلد. زين هذا اول قاعده نقول عنوان. 2 عندي ستوب، الفعل الذي ينتهي بحرف صحيح وقبله حرف عله نضاعف الحرف الاخير ونضيف له ايدي، ونضيف له ايدي شلون باضافه اي ان جي؟ نفس الشيء. بعد ايش عندي؟ عندي بلاي، هنا اضافه ايدي تختلف عن اي ان جي. الفعل اللي ينتهي بحرف واي قبله حرف عله كل شيء ما اسوي لها ابقيها على نفس هالكلمه واضيف له ايدي، لكن اذا هذا الفعل ينتهي بحرف واي قبله حرف صحيح نقلبها الى اي ونضيف له ايدي بإضافة اي ان جي. كل شيء ما اسويها بس اضيف اي ان جي. بإضافة ايدي الفعل ينتهي بحرف واي وقبل حرف عله نبقيها ونضيف ايدي، لكن اذا قبلها على واي وقبلها حرف صحيح نقلبها الى اي ونضيف له ايدي. مثلا عندي الفعل اللي ينتهي شنو بعد ناخذ ارايف، الفعل اللي ينتهي بحرف اي كل شيء ما اسوي لها هي اضافه اي 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 هي اضافه اي دي بس اضيف لها دي لان هي عندها اي. هايوم شنو بعد؟ هاي هي خلصت اضافه اي دي. خلينا ناخذ اضافه هسه عندي اخذت اي ان جي اضافه اي دي، هسه اضافه الاي اس اس الجمع، اضافه اس و اي اس. يلا يلا كتبوا الملاحظات يمكم. اضافه اس الجمع مثلا عندي الفعل مثل ما قلنا هذا بوك،
book كتاب. شو يصير بس أضيف لها s books book كتاب؟ شو أسوي لها؟ أضيف لها بس مجرد بس s. زين هنا عندي إذا انتهى الفعل، يلا كتبوا يومكم ملاحظة الفعل الذي ينتهي بحرف y، مثلا عندي boy، يعني كتبوا الفعل الذي ينتهي بحرف y وقبل حرف علة فقط أضيف s، فقط شو أضيف s؟ boys boys toy toy. شو يصير؟ toys toys. كتبوا الملاحظة، عيني الفعل الذي ينتهي بحرف صحيح وقبل حرف علة بس أضيف s، بس أضيف، لا إذا الفعل الذي ينتهي بحرف y، الفعل الذي ينتهي بحرف y وقبل حرف علة بس أضيف s، يعني مو أي فعل بس ينتهي بحرف y أبقي وأضيف s. بعد إيش عندي؟ أما الفعل الذي ينتهي ها عندي contrary، شوفوا هذا contrary، قلنا الفعل الذي ينتهي بحرف y قبل حرف علة أضيف s، هذا contrary الفعل اللي كتبوا يمكم ملاحظة، الفعل الذي ينتهي بحرف y قبل حرف صحيح تقلب الواي إلى i وضيف es contraries contraries. هاي قلبت الواي إلى i ضفتها es، ليش؟ لأن الواي إذا قبل حرف صحيح، لكن إذا حرف علة كل شيء ما أبقيها وأضيف s. يعني شنو هاي القاعدة s؟ الفعل بوك بوكس هذه يعني شون مثل مجرد أو شاذ، الفعل الاسم أو الفعل الذي ينتهي بحرف y وقبل حرف علة أضيف s، الفعل الذي ينتهي بحرف y وقبل حرف صحيح تقلب الواي إلى i ونضيف له es. بعد ايش عندي؟ ها عندي الفعل الذي ينتهي أو الاسم الذي ينتهي بأحد حروف، كتبوا يومكم ال ch sh x o ss و z. شبيه الذني، شوفوا باعوهن، حفظوا الاحرف، اذا انتهى الاسم بحرف احد حروف ذني الاحرف السته شو اسوي لها؟ فقط اضيف es، فقط اضيف es. مثل عندي دش، باعو هذا ch، شو اسوي لها؟ اضيف لها es. يعني مثل عدي شنو بالله بعد ماتش ماتش سي اتش، شو اسوي؟ اضيف لها اي اس. باس باس اضيف لها اي اس. جلاس طبعا حتى اس، جلاس اضيف لها اي اس والى اخره، يعني المهم تنتهي بهذين الاحرف شو اضيف لها؟ اي اس. هسه سويت خلصت اضافات اي اس، خلصت اضافات اي اس. زين بعد ايش عندي؟ اضافه اي ار، اي ار و اي اس تي، هذا اي ار مقارنه و اي اس تي مفاضلة. يلا عيني هوت عندي هذا الفعل هوت وقايل لي سوي لي اضافة اي ار، الفعل الذي ينتهي بحرف صحيح وقبل حرف علة نكرر الحرف الاخير ونضيف له اي ار، لكن اذا موست يعني اذا بالمفاضلة اقول هوت اي اس هوت. زين بعد ايش عندي؟ هذا المقارنة وال لا لا لحظة بعد قبل المقارنة والمفاضلة خليني أكتب أكو شواذ نسيت أكتبها ومهمة جدا. الشواذ مثلا مان رجل، شو يصير؟ مين يعني ومن الامرأة، يعني رجل يصير رجال، ومن شو يصير؟ ومن يعني الاي هذا خليه اي. بعد عندي توذ توذ
شو يصير؟ تيذ، تيذ يعني الأو يصير تيذ. عندي فوت، شو يصير؟ فيت. تشيلد أو تشاي، تشايلد، تشيلدرن. هذن حفظوها. بعد ايش عندي؟ هاي خلصن هنا ذن الشواذ. اوكس، ثور، اوكسين. هذن بإضافة اي اس. خلينا اخذنا احنا إضافة اي ار مقارنة، كومبارتيف، واي اس تي مفاضلة، سوبرلاتيف. الفعل الذي ينتهي بحرف صحيح وقبل حرف علة نكرر الحرف الأخير ونضيف له ER. هاي بالمقارنة، وهنا بالمفاضلة نضيف له EST. بعد ايش عندي؟ الفعل الذي ينتهي أكثر من مقطعين، يعني شنو أكثر من مقطعين؟ مثلا عندي expensive، expensive. هذن حروف العلة جيد، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. شضيف لها more expensive، more، ونزل الكلمة. أو beautiful، more beautiful. زين، هاي بالمفاضلة، بالمقارنة هاي إضافة ER. لكن بالمفاضلة شنية؟ بالمفاضلة شنية؟ ها عيوني، بالمفاضلة صير most expensive. عيوني قليبي شوفوا ماماتي، الفعل الذي انت او الصفة تنتهي او مو تنتهي، يعني توجد اكثر من مقطعين او اكثر، هذني حروف علة، اضيف لها بالمقارنة اي ار، اضيف لها مور اكسبنسيف، نزلتها بس كلمة مور وحفظوها. بالمفاضلة اي اس تي، اضيف لها موست اكسبنسيف. زين، بعد عدي ليزي، ليزي. شوفوا هذا الفعل الذي ينتهي بحرف واي وقبل حرف صحيح، شو اسوي له؟ نقلبه الى اي وضيف اي اس تي، او نقلبه الى اي وضيف له اي ار، بالمفاضله وبالمقارنه. ها عيني، صيغه كملناها هسه الاضافات، بس خلي شويه ناخذ على ها. بعد عندي شو يسموها هاي المفاضله والمقارنه، اكو قواعد شاذه، كلمات شاذه حفظ. مثل عندي جود، good، شو يصير؟ good والwell اثنيناتهم بالمقارنة إضافة ER يصير better. ها عيني، وبالمفاضلة best. عد الباد بالمفاضلة worse، وبالمقارنة هذا بإضافة ER worse، وبالمفاضلة إضافة EST worst. عد far بالمقارنة إضافة ER farther، وبالمفاضلة farthest EST. عندي money وmatch، بالمقارنة تصير more، مثل ما قلت لكم بالمفاضلة most. هذني شواذ حفظ بالمقارنة والمفاضلة. بقت عندي شغلة واحدة اللي هي شلون تجي الأسئلة الوزارية، ناخذكم مثال عليها. شو تقول مثلا؟ شوفوا يوم مثلا تقولكم hot، مسويها hottest بالمفاضلة، ايش تعطيكم كلمة expensive؟ هيك تعطيكم هذا، يعطيكم الوزاري ويقولكم جر خط. باوع على السؤال، شنو هاي الكلمة؟ ضايفي لها EST. اذا expensive، انا قلت بقاعدة expensive EST، هذا الصفة بها أكثر من حرفين علة، شو أسوي لها؟ most expensive. most expensive تنزل نفس ما هي، مو ما تنزلوها لا. زين، إذا هنا ER شو أقول؟ more expensive. هاي عيني الإضافات spelling، وحصلوا لكم على 10 درجات، وإن شاء الله توفيق.